صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1082 من كورس سي شارب دي بي اكزامبل سبورت. ودلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل تحديث تلقائي للبيانات بعد اضافة او تعديل او حذف الايرادات. ايرادات ريفينيو اف ار ام ريفينيو اف ار ام ريفينيو اهي ريفينيو نيم. دبل كليك على اف ار ام ريفينيو نيم، هنا التأثر بعد الاضافة. دبل كليك على اضافة الايراد، تتبع الكود هنا، فاليديشن على الرقم على الاسم على الوصف، بعد كده اخر السايه فيها تراي وكاتش، والتراي وكاتش جواها الاضافه. بعد الاضافه هبدا اتفحص هل الفورم السيرش الخاصه بالريفينيو مفتوحه ولا لا، فهقول له اف. لو لقيت من ابلكيشن دوت اوبن فورمز، الشاشه اللي انا عايز اتحقق منها اسمها ايه، هتحطها هنا. فيا ريت نجيبها كوبي بيست من هنا وعلى طول F2 كوبي كنترول C، دي اللي احنا شغالين عليها. هحط هنا كنترول V. لو دي موجودة مفتوحة يعني لا تساوي نل في الفتح، يبقى كده هنا ايه، تدخل هنا بقلب جامد تعمل تحديث تلقائي للبيانات ما دام هي ايه مفتوحة. خلاص يبقى نيجي هنا فاعمل اقواس علشان الاقي ايه الفيل داتا. اقواس، الاقواس دي جواها هعمل كاستنج لنفس نوع الفورم اللي هي اف ار ام ريفينيو نيم سيرش، علشان يحول المفتوحه هنا في من الابلكيشن دوت اوبن فورمز، واحط هنا اسم الفورم. لما اخرج بقى بره الاقواس واقول له دوت فيل داتا الاقيها، وقوسين فاضيين وسيمي كولن. هو لن يحدثها الا اذا كانت مفتوحة بالفعل في الابليكيشن بتاعك. من الاخر خلاص، خد بقى الكود ده كده كنترول سي كوبي، واعمل سيف اول، واقفل الشاشة دي، وهات الاف ار ام ريفينيو نيم ديليت، ودوس دبل كليك على حذف نهائي بتاعها. تتبع الكود، وبعد الحذف تماما تيجي هنا وتروح حاطط الكود هنا بيست، وتعمل سيف اول، وتقفل الكود والشاشه، وتفتح اف ار ام ريفينيو نيم اديت دبل كليك عليها، وبعد كده دبل كليك على زرار الحفظ اللي هو بيأثر بالفعل على البيانات، دبل كليك عليه وتتبع الكود.
ادي ايه بيعمل تحقق من الرقم والاسم والوصف ووقف اخر السا فين؟ اختر مسمى ايراد اولا اخر السا اهي، هي دي اللي تلزمنا. بعد التعديل تماما نيجي هنا ونروح حاطين الكود ايه؟ بيست. كده احنا حطيناها اضافه تعديل الحذف. نعمل سيف اول واقفل كل الكلام ده ودوس ستارت ديبوجنج علشان نجرب هذا التعديل في الاكواد. تذكره الدخول وهنجيب قائمه بحث وبعد كده هنجيب بحث الايراد. هاته على جنب هنا كده علشان نشوفه. هات الاساس وهات تعريف الايراد وهاته على جنب كده. هنيجي هنا ندخل ايراد جديد. اهو ايراد جديد. تمام؟ وهدوس اضافه الايراد وهدوس اوكي. بفضل الله ظهر هنا بشكل تزامني على طول. اغلق. كليك يمين عليه تعديل مسمى الايراد هنغيره ايراد جديد جدا. وهندوس قبل ما ندوس حفظ اهو قدامك اهي قدامك. بص هعمل حفظ. بص اللي حصل اتغير بشكل تلقائي على طول. كليك يمين حذف مسمى الايراد. هل تريد حذفه؟ حذف نهائي. هل تريد الحذف نهائيا؟ نعم يس. بفضل الله اتشال على طول لوحده، حدث البيانات لوحده. احنا كده عملنا تحديث بيانات بنجاح للايراد بعد الاضافه او التعديل او الحذف بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.